بالمرحلة الأولى قد تمت وستنطلق بالمرحلة الثانية قريبا. ويبقى على المواطن أخذ الحيطة والحذر من فيضانات الأودية. أسبوع كامل يمضي على انطلاق عملية الاكتتاف في برنامج عدل 2، وهي العملية التي شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين للتسجيل عبر الإنترنت. المتابعة لنادية دراجي. تحديد 16 سبتمبر تاريخا للاكتتاب الإلكتروني لصيغة البيع بالإيجار جاء بعد الانتهاء من تصفية ملفات المكتتبين لبرنامج 2001-2002 والبالغ عددهم ما يقارب 60,000 مسجل. الأمل في الحصول على سكن باق الدليل تصاعد عدد المكتتبين حيث فاق 299,000 مسجل عبر النت. تحديث عملية الاكتتاب وعصرنتها سيسهل من عملية التصفية والتحريات وعصب الاكتتاب البطاقية السلبية وشهادة الإقامة. جديد عدل 2 إدراج حصة إضافية من السكنات تقدر 80,000 وحدة ليصل عدد السكنات المقرر إنجازها إلى 230,000، 90,000 منها ستخصص لولاية الجزائر العاصمة. ويبقى التشديد على ضرورة الإسراع في الإنجاز والمتابعة الميدانية للمشاريع وحدهما كفيلان بإنجاح البرنامج. للمزيد ضيف النشرة معالي وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الضيافة وتحياتي للمشاهدين. معالي الوزير، أسبوع يمر على بداية عملية الاكتتاب عبر الإنترنت، هل لكم أن تقيموا هذه العملية عملية تسجيل المكتتبين في برنامج عدل 2 أو قبل هذا بالعربي الفصيح؟ لماذا معالي الوزير اللجوء إلى الاكتتاب إلكترونيا وليس الطريقة المحودة؟ والله سؤال وجيه جدا، لأن منذ 3 أشهر تقريبا كنا على وشك انتهاء من 2001 و2002 نتساءلوا، نحن عارفين بلي يكون فيه زخم وازدحام بالنسبة للمكتتبين، هل تجربة تاع نواصل تجربة تاع 2001 اللي خلقت يعني مشاكل داخل المدن الكبرى تاع مرور وتاع كذا وتاع، والمواطنين في طوابير لا تنتهي من 5 تاع الصباح حتى إلى آخره، وإلا نفكر في أمور أكثر تقنية وأكثر سهولة واللي تسهل على المواطن وتخليه يربح الوقت وتنقص من المعاناة نتاعه، وهي لونات. ولونات ما جاتش بالصدفة، لأن احنا بدينا التجربة الأولى مع المرقين، دخلنا في السيت نتاعنا، واليوم أي واحد اللي عنده ملف اعتمال تاع ترقية عقارية قادر يدخل في السيت ويشوف الملف تاعه وين واصل وين مش واصل. التجربة الثانية كانت مع السكن العمومي الترقوي LPP، نفس الشيء، لأن كانت فيه تساؤلات، واحد يقول لك أنا ما نتركش الشغل تاعي ونمشي كذا إلى آخره. الحمد لله فاتت الأمور بكل بساطة بلونات. مع العدل احنا عارفين الطلب يعني 10 مرات ولا 15 مرة بالنسبة لأكثر من LPP، رغم ان هذا الشيء ماشي مغامره، ولكن احنا فضلنا نتحمله احنا ولا يتحمل المواطن صراحه. يعني الاكتتاب معالي الوزير عن طريق الانترنت اكيد انه يوفر العديد من الضمانات والتسهيلات، سواء تعلق الامر بالمواطن البسيط انه ما يشقاش، انه ما يتعبش روحه في طوابير طويله لا متناهيه، خصوصا انها راح تسبب ايضا في حركه المرور الى غير ذلك. في صلب موضوع معالي الوزير، الطوابير يمكن نشوفوها، لكن عمليه الاكتتاب الى ما افضت عدد المكتتبين، الارقام باش يكون المشاهد والمواطن الجزائري في صورة عملية الاكتتاب إلى أين وصلت وما الذي حققته لحد الآن؟ لو سمحت لي شيخ خالد، يعني صدر. كلمة بسيطة يعني تكملة للشيء اللي قلناه في البداية. كل الناس تتذكر في 2001 حتى البطاقة نتاع التسجيل كانت تباع، يعني من الشغوف نتاع الناس للاستمارة للتسجيل، والخمسة نتاع الصباح هو دار طابور وواحد قال إلى آخره إلى آخره. لونات اليوم احنا عارفين باللي غادي نتحمل أعباء وأعباء كبيرة، لأن ولكن النتيجة إن شاء الله إيجابية، إن شاء الله إيجابية، لأن أرقام بسيطة اللي تدل على أنها لونات تتحمل كثير في مكان المواطن.
والبطل راه بكل راحه اليوم في بيته يسجل نفسه ولا في المكتب ولا في سيبر كافي ولا فيه ما يقارب 20 مليون جزائري اللي حاولوا يدخلوا في السيت. الحمد لله هذه كنا خاذين احتياطاتنا باش بور كيني با دو باك باش السيت ما يطيحش في عدم الصلاحيه. ثانيا فيه ما يقارب 2 مليون و500 الف واحد اللي سحبوا الاستمارة واللي عمروا الاستمارة، منهم العدد اللي تسجلوا المسجلين 458 ألف، ما يقارب 459 ألف رجال ونساء. الشيء اللي لاحظناه كذلك أن فيه ما يقارب 85 ألف و200، هذه الأرقام تاع الصباح، مازال الأرقام تاع آخر النهار، اللي تسجلوا من مرتين حتى الخمس مرات. وفيه ما يقارب 3800 اللي تسجلوا حتى 22 مرة. 22 مرة. معناه باللي كل ما يزيد تسجيل كل ما نعطوه حنا كود وكل ما نعطوها مود باس ويعني وياخذ مكان انسان اخر والوقت نتاع انسان اخر، وهذاك في بعض الاحيان كان لي شكا وقال لك تقول هل الوزير اللي يسجل ويعاود يسجل وتلحق به انه يسجل من مره حتى 22 مره حسب المعطيات اللي مديتها، يعني المواطن الاخر يتساءل هل هذا اللي يسجل 22 مره راح يدي حق مواطن اخر ولا هو في حد ذاته راح يكون مقصى ولا شو هو مصيره؟ هو ما نقصيوهمش، ما نقصيوهمش لان ربما عن سوء فهم، ربما مانيش عارف، ولكن احنا ناخذوا التسجيل رقم 22 اخر تسجيل ويكون بالتالي ضيع بالاقل واحد 700-800 مرتبه بين التسجيل الاول والتسجيل تاع 22. ناخذوا اخر تسجيل، نتمنوا احنا الاخوان مما يخرج لهم الكود نتاعه والمود باس، معناه بلاك تسجلت خلاص، لان هذاك هو اللي يبقى الصيله بينك بين عدل باش تتبع الملف نتاعك، مر ما مرش، قوبل رفض، لماذا رفض الى اخره. لما جيت تبون عمليه الاكتتاب الاكيد انها ستفضي الى عمليه غربله الملفات، هل شرعتم في هذا من الامر انه راح ياخذ وقت مازال؟ لا شرعنا في الغربله، هو على كل حال باش نوضع المواطن في الصوره، احنا متبعين العمليه اسم باسم، حتى هذو اللي سجلوا نفوسهم 22 مرة عندنا الأسامي، احترام لحياتهم الشخصية ما نذكرش الأسامي. احنا كل ساعة بساعة كل ما يفوت عدد معين نبدو في التحريات بالشيء اللي موجود، مثلا البطاقية إلى يومنا هذا 200 ألف طالب مشات البطاقية باش نشوفوا اللي عنده اللي ما عندهوش اللي دائم مساعدة، يعني العملية تتم بالموازات. بالموازات فيه مواطنين، لأن ما بين الأمور الأساسية هو الدخل، علاش نلحوا على الدخل؟ لأن لما عندوش دخل اللي يسمح له باش يسدد شهريا 5000 أو 6000 دينار، يعني ما هوش مؤهل لهذه الصيغة تاع السكن، يمشي الصيغة الاجتماعية اللي هي أقل تكاليف بالنسبة له. فيه أكيد ناس كثير دفعوا لنا على أساس أنهم عندهم دخل يفوق 24 ألف دينار وأنهم يشتغلون في القطاع الخاص وجابوا شهادات نتاع دخل. رانا باتفاق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن نستعملوا في البطاقية نتاعهم الفيشي نتاعهم باش نشوفوا شكون حقيقة له ديكلاري ماهوش ديكلاري، عنده النيميرو دو سيكيورتي سوسيال اللي عطاناه هل هو حقيقي ام وهمي الى اخره، زائد شهاده الاقامه، زائد يعني احنا في خمس وثائق ولا اللي نراقبوها وعندنا الامكانيات باش نراقبوها. شهاده الاقامه عرقلت نوعا ما العمليه؟ لا، شهاده الاقامه تفسد العمليه، لان الانسان احنا عندنا مثلا تشوف الطلبات في واحد رانا يقارب 10000 طالب، نفس الشيء في قسنطينه، نفس الشيء في تيزي وزو الى اخره. لما نسجل عدد معين تاع سكنات وعلى حساب عدد السكان، لما تعطي يعني اللي ساكن في ولايه اخرى ويجيب شهاده مزوره باش يدي دار في العاصمه راه ياخذها من انسان اللي ساكن العاصمه حقيقه، ويفسد تفسد كاع البرمجه.
لأنه في هذا البرنامج عذرا على المقاطعة معالي الوزير 80,000 وحدة سكنية إضافية إلى المجموع، يعني يرتفع المجموع إلى 230,000 وحدة. البرنامج ضخم يتطلب أيضا إمكانات بشرية ومادية ضخمة، خصوصا أنه الأجل أجل إنجاز محددة. هو أولا هذه 80,000 ما جاش بالصدفة، هو 80,000 جات هذه بعد يومين من بداية الاكتتاب. أنا اتصلت بالسيد الوزير الأول وأنا شاكر له القرار اللي خداه مع وزارة المالية لأساس نضيفه 80,000 وحدة أخرى حتى يصبح العدد الإجمالي 230,000 عوض 150,000. أما بالنسبة للمدة الزمنية للإنجاز، احنا اختارينا شركات قوية، شركات ذات سمعة دولية بما فيه شركات قوية جزائرية وطنية، والمدة نتاع الإنجاز 24 شهر لما يتوفر العقار، وراه متوفر حاليا. عندنا ضغط نوعا ما في العاصمة، بس الشيء الآخر عندنا العاصمة ما كانش مشكل، ما كانش مشكل. عندنا وهران رانا على وشك القرار النهائي فيما يخص المدينة الجديدة نتاع تليلات، أماكن الأخرى وأنا شخصيا باش نقوم بجولة الأسبوع المقبل، لأن فيه ولايات واجدة والإسمنت راه يتصب والخرسانة واجدة وكل يعني شيء، يعني كل شيء واجد. هل هذا يعني معالي الوزير أن الوعاء العقاري يعني بكاش مشكل فيما يتعلق بالوعاء العقاري؟ ما بالنسبة للعاصمة انطلقنا في ربع أماكن ورانا ماشيين الأماكن أخرى إن شاء الله في العاصمة، لأن العاصمة خصصنا لها 90,000 سكن بصيغة البيع بالإيجار. أما قضية صيغة الـ LPP فهي مفتوحة على حسب الطلب، مهما كان الطلب. قلنا الوعاء بالنسبة للعاصمة خذينا قرار تحت سلطة السيد الوزير الأول أن الوعاء العقاري نتاع بومرداس تيبازا بليدة والعاصمة احنا بالنسبة لنا وعاء واحد، يعني لما نشوف باللي فيه أرضية اللي قادرة تقبل 10,000 5,000 15,000 سكن ناخذوها في ولاية من هذه الولايات وللجميع إن شاء الله. بالمختصر مفيد معالي الوزير، سؤال الذي يطرحه كل مواطن جزائري وعلى الأقل كل واحد مكتتب في هذا الصيغة عادل اثنين، يدرج حال راح يصبر باش يسكن عام زوج ثلاثة؟ هو راني عارف الناس كما يعني عندهم تجربة تاع 2001 اللي دامت حتى 2013، لكن ما تكررش هذه، ما تكررش لأن المدة الزمنية اللي محددة في الصفقة هي 24 شهر، ربما تتجاوز شوية 24 شهر حتى 26 27 شهر، لأن فيه المرافق اللي تجي معاه ثانوية وتكميلية والمرافق الترفيهية والمرافق تاع الشباب ما يصنع حي متكامل. حي متكامل لأن هذه أوامر تاع فخامة الرئيس وتعليمات الوزير الأول أن الأحياء تاع المراقد هذه انتهت إن شاء الله، وهذا كما يرجوه المواطن الجزائري في كامل تراب الجمهورية. معالي وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، شكرا جزيلا لك، كنت ضيف نشاط أخبار الثانية.